أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير والطيرة، وبين أنه كان يكره الاسم القبيح؟ يكره الاسم القبيح، إيه، لكن كان لا يرده صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو التطير، كان لا يرده ذلك عن قصده. التطير أن تتشاءم ويردك هذا التشاؤم عن قصدك فتعدل عما عزمت عليه، هذا هو التطير. الطيرة ما أمضاك أو ردك، أما كون الإنسان يجد في نفسه كراهة هذه طبيعة البشر، ولكنه يمضي ويتوكل على الله هذا لا يضره. نعم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم.